ريكوردينج. يلا نبدا بالسؤال الاول اللي هو ايش طالب منا هون؟ طالب منا بس نعمل اشتقاق مرتين ونعوض بصفر. بفرض ما تحت الصفر. نعم تحت بفرض جذر او جذر كامل. لا هو بده محل سين صفر. فانت راح اجيب شيء قاف فتحه هنا على معكوس المشتق، التكامل راح يروح. هاي عليها علامة، بس تشيل التكامل لحالها عليها علامة. هاي المشتقة الأولى. هاي طبعا عشان تبسطها للاشتقاق يفضل انك تكتبها سين زائد اثنين مرفوع على القوة. نزل النص على نزل النص لبرا. ايوه بالضبط، يعني بتقدر تختصر خطوات مرات، يعني بتيسر عليك الحل بشكل كبير. حط نص هيك، اخذنا ثلاث علامات على فكره. يلا هسه بدنا قاف فتحتين. طلع الاثنين لفوق. ايوه طلع الاثنين لفوق بالضبط، يعني هاي بخليها اثنين من البدايه. بعدين شو تسوي؟ عدد مشتقات وجدت. يلا كيف بدي اشتقها هاي؟ قسمه المقام في مشتق البسط. يلا المقام نكتبه زي ما هو، هون ما تبسطه يعني، بس مجرد اكتب الاشتقاق صح. في مشتقة البسط ناقص البسط، ناقص البسط اللي هو زي ما هو، مشتقة المقام اللي هو شو هي مشتقة المقام؟ اللي هي واحد على لوغاريتم. لا مش على لوغاريتم، على سين زائد مشتقة اللوغاريتم. لوغاريتم سين زائد اثنين للاساس. ها شو مشتقتها؟ واحد على ما بداخل مشتقتها بس على المقام تربيع. شوفونا ما حد يلجا للتبسيط، يعني ما حد يقعد يبسط. عارفين؟ ما في داعي تقعد تبسط، تقولي والله انا هاي صعبه ومعقده وشكلها مش عارف ايش، خليها زي ما هي عادي. بس شو بدك تسوي هون؟ بدك تعوض محل ال السين صفر، هاي نقطة أساسية، التعويض بالصفر يقول عليه العلامة. يلا حط محل هون، محل كل سين صفر، شو بتصير معك الأولى؟ لوغارتمها للاثنين. لوغارتم اثنين للهاء. للهاء. ضرب اثنين. في اثنين. أنا قاعد بحسب على طول. ناقص اثنين في نص. على لوغاريتم اثنين للاساس ها الكل تربيع. الكل تربيع. شو كيف بدنا نختصرها هاي؟ طبعا لازم نختصرها، مش معقول اخليها هيك. يعني بدي اوصل بيها لاقصى درجه ممكن. بقدر اختصر بالتربيع مع اللوغاريتم هاي؟ بس افصل يا دكتور. ما بقدر، ايوه ما حد يعمل هالغلطه هاي. بس هون بدنا نختصرها، بتصير واحد بطلع اثنين لوغاريتم. بطلع اثنين ناقص واحد لوغاريتم اثنين للاساس هات على لوغاريتم اثنين للاساس هات تربيع. بدي افصل انا ناقص واحد على لوغاريتم اثنين للاساس هات تربيع. اذا بدك تختصر كمان اكثر نقدر نختصر هاي مع التربيع ونرجع نوحد المقامات اذا بتحبه، يعني هو ما في داعي لهذا، اتوقع هو راح يظل هيك. فبصير يعني لو ظلت هيك خلص اتوقع ما في داعي لهذا كله، يعني مش راح نجيب شيء احسن من هيك. هنا راح تصير اثنين على لوغاريتم اثنين للاساس ها ناقص واحد على لوغاريتم اثنين للاساس ها الكل تربيع. والله خلينا نشوف ال- 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 الوزاره ايش كاينه مصلحه عليها. يا ريت. شوف كيف معطيته، طلعوا كيف تارك الجواب النهائي. على ايش ما اخذ العلامات هون؟ شايفه؟ قاف فتحه ازاله اشاره التكامل عليها علامه. هسه التبسيط هذا ما عليه علامه. لكن لو واحد بسط بسهل عليه الاشتقاق التالي. هسه المشتقه الثانيه معطين علامه على الجزء الاول وعلامه على المقام وعلامه على الجزء الثاني. استاذ يعني بدي اسال سؤال. لو واحد غلط في
بالمشتقة الثاني في جزء ما بتروح عليها العلامة كلها صح؟ بتروح مثلا غلطتي هون فرضا جزء هذا غلطتي فيه على سبيل المثال بتروح منك العلامة هاي بس تمام وما بتترحل للي تحت بيمشوا معي أخذوا لك علامة هون التعويض صح بيكملوا معك على التعويض شوف هنا مجرد التعويض والحساب البسيط أخذت علامة العلامة النهائية ما عليها علامة أوكي هسا بقول لك طب أفرض واحد كامل أفرض اشتق وما انتبه للتكامل يعني ما انتبه انه المسألة فيها تكامل بالغلط شو بقول لك يصبح من أربعة كيف يعني يصبح من أربعة يعني ما بيصلحوا لك من ستة بصير علامتك الكلية أربعة وإذا في غلط بيخصموا لك يعني شو هون القاعدة تبعتنا إذا هون قاعدتنا في التصليح شو هي إني أول شيء أشتق المشتقة الأولى يعني أشيل إشارة التكامل هاي علامة المشتقة الثانية فيها ثلاث أجزاء اللي هو البسط جزئين والمقام تربيع جزء والتعويض بصفر علامة وتبسيطه علامة هسا التبسيط مش ضروري أوصل له يعني صيغة زي ما تقوله عدد صحيح ولا كسر بسيط ممكن يكون شكله يظل زي ما هو عادي ما فيه مشكلة حلو الواحد يكون عارف يعني هو كيف بتصلح السؤال على ايش توزع العلامات يعني طيب نروح على اللي بعده رح تلاقوا انه اسئله التوجيه يعني نوعا ما افكارها مش كثير معقده عاديه جدا يعني وهذا بيعتبروه كانوا يعني هذا السؤال مثلا من اسئله اللي كانوا يعتبروها صعبه بذاك الفتره رقم اثنين رقم واحد السعيات شو الفكره تبعتنا؟ بفرض ما تحت الجذر او الجذر نطلع الجذر لفوق بالاول بعدين بنفرض ايوه ايش تفرضي؟ ما داخل الجذر ايوه بالضبط نفرض انه صاد تساوي سين تربيع زائد 9 ومنها دال صاد بساوي 2 سين دال سين ومنها دال سين بساوي دال صاد على 2 سين وشو رايك نحول الحدود كمان بالمره خلينا نخلص من هالشغله لما سين بتساوي 25 يؤدي الى ان صاد تساوي 9 ولما سين تساوي 4 ايوه يؤدي الى ان صاد 25 25 لأنه 4 تربيع 16 زائد 9 25 25 إن نحول مسألتنا الآن كلها صادات الآن مقياسنا لنجاح هذه العملية أو عدمه إنه تتحول كلها صادات إذا راح يصير لك تكامل من 9 إلى 25 لسين تكعيبا هاي ما بلشتش معاها على طلبكم شو هاي راح تصير صاد أس كم؟ سالب 3 على 2 أس سالب 3 على 2 صح؟3 على 2 لأن هي هاي أصلاً سين تربيع زائد 9 أس 3 على 2 موجود في المقام ارفعها لفوق سير سين تربيع زائد 9 الكل أس سالب 3 على 2 وأنا حطيت صاد بس بحل السين تربيع زائد 9 ضرب لسه دال سين لأن نحول دال سين دال سين شو هي؟ دال صاد على 2 سين دال صاد على 2 سين اختصر وبرجع على الفرض الاصلي ممتاز بطلع سين تربيع يلا خليني بس اكتب اذا هون بدنا نطلع سين تربيع من هاي راح اقول انه سين تربيع تساوي صاد ناقص 9 اذا هاي راح تصير صاد ناقص 9 بدل سين تربيع لان هاي راح تصير سين تربيع لما اختصرها فبصير هون صاد اس سالب 3 على 2 وهون دال صاد والنص طلعته برا هذه نكملها عاد صارت سهلة أتوقع هيك يلا إيش بطلع لنا هون نص تكامل على 25 صاد أس هاي واحد هون بصير سالب نص فكيت القوس يعني ناقص 9 صاد أس سالب 3 على 2 وهون دال صاد يلا نكمل بصير صاد قوة نص صاد قوة نص ضرب اثنين ضرب لأنه على نص ناقص ناقص صاد خلينا فراغ هنا شوي صاد قوة ناقص نص أيوة بسالب اثنين بسالب اثنين
يعني 18 أيوة ضربت زائد هنا خليتها زائد، والحدود من صاد يساوي 9 إلى صاد يساوي 25. طيب نضبط المقادير هاي علشان نقدر نعوض بسهولة، جذر صاد زائد 18 على جذر صاد، شو رأيكوا هيك؟ 100%. هسه شو ضل عندي؟ أعوض المشترى مضروب في كل شيء بده يجي. هون التعويض بالحد الأعلى ناقص التعويض بالحد الأدنى، ما تخربطوش في آخر خطوة هاي. يعني النص هذا مضروب في كل شيء جوا. فأنا راح أعوض مرة بخمسة وعشرين في المقدار كله، بعدين أعوض بتسعة بالمقدار كله. أستاذ هلا إذا نسيت النص إيش بصير؟ بيخصموا علامة. هسه بنشوف التصليح. اثنين في جذر 25 يعني 2 في 5 زائد 18 على 5، وهون 2 في 3 طلعوا كيف بكتب، انا بكتب يعني بالتفصيل شوي، 18 على 3 ايوه بكتب بالتفصيل شوي عشان لو غلطت في الحسابات ما يروح مني علامات. هسه هون بيطلع عندي 10 زائد 18 على 5. خلينا نعمل الحساب هسه، بس مجرد حساب. هون هي الخطوه الاخيره يعني ما ضيع وقت كثير عليها. هاي بصير 10 زائد 18 على 5 بصير كأنه 50 زائد 18 هي 68 على 5 ناقص عندك هاي مع هاي بتشطر بصير 6 هاي 12 مضبوط هيك. اذا كنت دخل النص على الموضوع بصير 68 على 10 ناقص 6 هاي 12 طبعا بصير 68 ناقص 60 على 10 بطلع 8 على 10 اللي هو 8 بالعشر. استاذ انا طلع معي 8 على 5 عشان النص. طلعت عندي غلط عشان النص. هسه خلينا نمشي نشوف الخطوات. يعني لو اني ضربت النص مفاجأة. اجين شوف الحين ايش العلامات، ترى توزيع العلامات انك تفرض صاد يساوي سين تربيع زائد 9 اخذت علامه، انك تعمل دال سين اخذت علامه، واخذت علامه على ايش؟ على التبسيط، وتحط الحدود وتغير الحدود كمان هاي علامه. اذا طلع كم علامه صرنا ماخذين لساتنا مش حالين شيء. التبديل وتخليها كلها بدلاله صاد هاي عليها علامه، توزع هاي اخذت علامه، بعدين تكامل وتعوض وتحسب. استاذ قد ايه حطوا على النص؟ هون بيجي هون النص، شايفين النص وينه؟ علامه. علامه. هلا لو راحت يعني لو عملتي هاي غلط، لا هاي صح عندي اياها، هاي عندك اياها صح، معناته وين راحت منك العلامه؟ هلا انا طلع معي الجواب 8 على 5 هي عليك. ما انت غلطت في مكان، انت يا اما انك انت وزعت النص هون ما وزعتي. لا لا انا مش وزعت النص، لما اختصرت باول خطوه فوق في ضلت نص ونسيت اكمل انزلها لتحت. قصدك هاي؟ نسيت انزلها كمان لتحت. خلص بتروح منك العلامه هاي، طلع ما كل واحده محطوط عليها علامه، انت ملاحظه انت؟ يعني سواء نسيتي هون او هون راح يروح منك علامه. طب راحت منك العلامة هون ما برد بنحاسبك عليها مرة ثانية خلاص. يعني هذا السؤال كم علامة عليه؟ عليه 8 علامات، بتاخذي 7 8 علامات. بتروح منك بس علامة واحدة. يلا اللي بعده، اللي بعده كان هذا لما طرحوه أيام ما إجي هذا الامتحان كانوا يعتبروه سؤال صعب، أنا يعني بدي عشان شو اللي صار لي. أجت فكرته كان سنتها أو السنة اللي قبليها، أجا في النهايات، أول النهايات في المستوى الثالث. مين يقول هذا كيف عمل فكرته؟ اللي هي بقول منها جزء وبعدين بطبق المتطابقة، بنفذ المتطابقة عليه.
يلا ذكرونا، جت اثنين سين زائد سين شو المتطابقة تبعتها؟ اللي هي جت ألف جت باء زائد جب ألف جب باء. جت اثنين سين. جت سين ناقص. ناقص جاب اثنين سين. جيب سين على. على جت جت. افصل افصل استاذ جاب اثنين سين جت اثنين سين على طول دال سين ناقص تكامل على اساس انا فصلت هيك فالجتا مع الجتا راح تشطب فبصير جتا اثنين سين وهون ايش راح يصير عندك؟ اثنين جاب سين جتا جاب سين يعني جاب اثنين سين اللي هي بنفكر استاذ ونعملها بنعملها مطابقه على طول فبصير اثنين جيب سين جتا سين جيب سين على جتا سين اللي أخذنا الجزء هذا هسه سمعت التبسيط يصير عندي كون الجتا مع الجتا بتروح وبتصير اثنين جت تربيع السين بالضبط خلينا نعيد كتابة السؤال بعد الاختصارات هل في داعي استخدم التطابقات لها جتا اثنين سين ولا خلاص هيك لا ما في داعي ما هي لحالها صاير فراح تشطب الجتا مع الجتا راح يصير اثنين جيب تربيع السين ومنحلها على متطابقة النص نص بالضبط أول شيء جتا هاي سهل حلها بظلها بس نبدلها بمتطابقة إيش المتطابقة ذكرني فيها اللي هي نص في واحد ناقص جتا الاثنين سين هيك إذن هاي راح تصير هيك تكامل شوف طلعوا أنا ما لغيت التكامل خليته موجود صراحة يعني إحنا الكتابة العلمية المفروض إنه أنت لما بتكامل جزء لازم كله يتكامل فاثنين راح تضرب في نص راح نشطبها فبصير واحد ناقص جتا اثنين سين دال سين حسب تقدر انت هون قبل ما تكامل اذا بتحبوا يعني مثلا افك السالب يعني اوزع التكامل على الواحد لحال وعلى الجتا لحال واجمع الجتا مع بعض بصير او اني بكامل على طول خلص اللي هو جيب اثنين سين على اثنين ناقص بين قوسين سين ناقص جيب اثنين سين على اثنين زائد جيم تساوي زائد جيم زائد جيم برضو عليها علامة شو ظل نسوي نبسط أكثر عندك راح يصير جيب اثنين سين على اثنين ناقص سين زائد جيب اثنين سين على اثنين بصير اثنين جيب سين على اثنين يعني جيب اثنين سين على طول نرجع للحل بالله نشوف كيف عامله شوف حاطط علامة انك بس يعني تحط فكرة اثنين سين زائد سين انه ثلاثة سين كسرناها لاثنين سين زائد سين حط عليها علامة بعدين حط المتطابقة عليها علامة وبسطها هون اخذ عامل مشترك او فصلها زي ما بدكم اخذها علامة وبعدين شو سوى كامل هو هذه اللي حكيت لكم على الفكره انه نشبكهم مع بعض ما. كامل وكامل يعني تفرقش كيف انك تمشي بالترتيب انو ترتيب يعني تشتغل على ما بيفرق طيب يلا اللي بعديها اتوقع امتحان يعني كان سهل نوعا ما سهل يلا هاي مثال على المعادلات التفاضليه ازدياد عدد سكان مدينه حسب العلاقه استاذ هذا السؤال بكتابنا صح؟ بعرف هذا اللي بقول لكم اياه انه الكتاب راح جاب اسئله التوجيه السابقه وشو عمل فيها؟ رتبها يعني قال لك احنا ليش بنروح نجيب من دوسيات وبعدين نحط اسئله خارجيه؟ ما هاي الماده هاي مادتكم ليش نتعب حالنا؟ هذا اتوقع بسيط مباشر جدا يعني حله كثير مباشر اذا بتحبوا نطلع على الحل بس كيف عمله؟ على طول هو بس مجرد ما قال دال عين عدال نون حتى طلع كيف مش محيرك فيها يعني كاتبها على ايش على شكل ايش تبادل المضروب فضلي مباشرة لو بدي يلعب باللفظ شوي شو بيقول اذا كان معدل تغير عدد السكان بالنسبة للزمن هي نفس دال عين عدال نون هي نفس دال عين عدال نون لانه معدل التغير اللي اخذناه بالفصل الاول اللي هو تاع معادلات المرتبطة بالزمن كنا نفسره على انه اشتقاق بالنسبة للزمن إذا أول خطوة بس عملها إنه فصل المتغيرات
حط العين مع بعض. وبعدين ايش سوى؟ كامل الطرفين. طبعا دال عين على عين اللي هي لوغاريتم مطلق المقام. وبعدين هذيك نفسها ايش؟ نون، لانه هاي ثابت في نون. تحبوا نحلوا ولا واضح حلوا؟ ما بعرف انا. استاذ ورجينا الجواب النهائي بس. الجواب النهائي. هذا الجواب النهائي. الجواب النهائي لو كتبتي له هون صح. لو كتبتي له هون صح. طلعي. هذا ما عليه علامات. شوف العلامة لو أنا أعطاها. أعطاها بس عند ما حسبتي. يعني اللي هي 20,000 هام بس. أو 200,000 عفوا. يعني هذا التبسيطات الحسابات اللي تحت هاي ما أعطى عليها علامات. معاي رؤى؟ فأتوقع هذا سؤال كثير مباشر، يعني ما في أي حركات أو أي فن. وغالبا هاي الأسئلة هاي النوعية بتلاقيها بتتحول لتكاملات بسيطة جدا ما في أي صعوبة. في حد عنده استفسار عليها؟ بلاش نضيع وقت عليه. لا لا بسيط جدا، يعني فكرته سهلة أو بسيطة جدا. الآن نيجي على اللي بعده. اللي بعده يعني من الأسئلة اللي فيها يعني شغلة فنية شوي، إنه أنت بدون حساب التكامل اللي هو هذا المقدار، تقول أن هذا التكامل يقع بين باي على 5 وباي على 2. طبعا في أكثر من طريقة ممكن نفكر فيها. بشتق اللي هو الواحد على 3 جتا تربيع سين زائد 2. أستاذ في طريقة أسهل نحكي أنا جت بس خلينا نفهم على الطريقة، بس نفهم أنت أستاذي كيف أنت أجب بالك تعمل تشتق؟ ليش؟ مين قال لك اشتق؟ يعني إيش اللي خلى بالك تشتق؟ ما إحنا عشان نحصر يعني عشان تجيب القيم العظمى المطلقة والصغرى المطلقة. يعني هيك خلينا مرتبين براسنا إحنا كيف طريقة الحل. الطريقة اللي تفضلت فيها أستاذي هاي طريقة عامة تصلح مع كل الأسئلة. يعني لو واحد أجا قال إنه يعتبر قاف سين وعبارة عن واحد على، يعني هيك كأننا بعمل سؤال جديد أنا. 3 جتا تربيع سين زائد 2 معرف في الفترة من صفر لباي، كويس، ومطلوب مني أطلع القيم العظمى المطلقة والصغرى المطلقة لهذا الاقتران. هيك السؤال صار. يعني هيك صار سؤالي بهذه الطريقة اللي هي جتا تربيع سين زائد 2، مظبوط ولا لا؟ هسه بدي ارد عليك. شو اسوي؟ هسه مشتق نجيب، يعني بالعربي بدنا نجيب نريد حساب القيم القصوى العظمى، مش القصوى، العظمى المطلقة والصغرى المطلقة. وهذول حتى اجيبهن انا بحاجة لايش؟ اجيب الحرجات. يعني بدي اشتق واساوي بالصفر. يلا سالب واحد 3 جتا تربيع سين زائد 2 الكل تربيع، نرفع المقام لفوق في مشتقة البسط بيطلع صفر، ناقص البسط في مشتقة المقام اللي هي 6 جتا سين سالب جتا بصير زائد. طلع شو غيرت؟ غيرت الزائد هون. غير الشر بالضبط. هذه تساوي صفر. المقام موجب. إذا ننسى المقام أصلاً، لو المقام موجب ولا مش موجب بهمنيش. لما نضرب تبادلي راح يطلع بس البسط صفر. دائماً لما يطلع معكم جماعة كسر يساوي صفر معناته بس البسط اللي صفر. يعني مثلاً صارت هيك 6 جتا سين جيب سين يساوي صفر. تحولت المسألة لمسألة حل معادلة مثلثية. أستاذ بحولها لثلاثة جيب اثنين سين يساوي صفر. قسمي على 3. شو رأيك نقسم على 3؟ أقول لك يعني بطلع جيب اثنين سين. بطلع اثنين جيب سين جتا سين، طلعي كيف؟ يساوي صفر. يعني جيب اثنين سين يساوي صفر. ولا بسألي حالك مين الزاوية اللي جيبها بيساوي صفر؟ الباي الصفر أول شيء. الصفر والباي والاثنين باي. أيوة والباي واثنين باي.
اثنين باي، بس احنا بدنا سين فنقسم على اثنين. شوف الصفر هاي اصلا جاي طرف فتره، فهي بدي اياها تكون حرجه، وسين بتساوي باي على اثنين هاي ضمن المجال، وسين تساوي باي هاي الطرف الثاني. اذا هذول اللي عندهم قيم حرجه صح، شو بنيجي بنعمل؟ بنطلع قاف الصفر ومنطلع قاف الباي على اثنين ومنطلع قاف الباي. احنا بنرجع لقاف الاصليه، مين هو الاختراع اللي احنا فرضناه؟ هياته اللي هو واحد على واحد على ثلاثة جت التربيع زائد اثنين. يلا حط الصفر، نحسب جت الصفر واحد وواحد، فواحدة خمسة بتطلع جواب هون. ممتاز. وحط الباي، خلينا نخلص من الباي على السريع. جت الباي سالب بيطلع برضه واحدة خمسة، تربيع واحد برضه بيطلع خمسة، إذا جت الباي كمان بتطلع واحدة خمسة. إذا هي خمسة، الباي على اثنين هلا. الباي على اثنين جت صفر نص. فنص نص بيطلع جواب. ممتاز. هسه مين القيمة العظمى المطلقة؟ مين القيمة الصغرى المطلقة؟ العظمى اللي هي اثنين، الصغرى أي واحدة؟ العظمى مطلقة أي واحدة منهن صغرى؟ أكيد نص عظمى واحدة خمسة صغرى. يعني واحد على ثلاثة جتا تربيع سين زائد اثنين بالتأكيد راح يكون محصور بين خمس وثلث ونص، آسف. خلص بندخل تكامل على كل الأطراف، من عند صفر لباي، من عند صفر لباي، من عند صفر لباي، ونحسب الحسبة هاي بيطلع معانا الجواب اللي هو راح يطلع خمس باي، وهم أقل من أو يساوي التكامل من صفر لباي لواحد على ثلاثة جتا تربيع سين زائد اثنين دال سين، طبعا هم كله دال سين لازم أقل من أو يساوي نص باي. انتهى السؤال. دكتور بس انا مش فاهم اللي هي 6 جتا سين جاب سين كيف صار؟ انا عشان اقدر احل معادله مثلثيه تعلمنا زمان انه احنا لازم نخلي المعادله كلها يا كلها جيب يا كلها جتا. طب انا يعني انا شايف بالست جتا جيب كانها 2 جيب سين جتا سين، شو رايك؟ يعني هاي الستة انا كسرتها كانها خليتها 2 في 3 فقسمت على ثلاث وقسمت على ثلاث، شو صارت؟ صارت اثنين جيب، يعني جيب اثنين سين، صارت المعادلة بس يا جيب يا جتا بس. سهل جدا نجاوب عليها الآن. حلو الكلام؟ وصلت خلاص. هاي طريقة. في طريقة ثانية اللي كنت بتحكي عنها، مين رؤى اللي كانت بتحكي عنها؟ لا أنا كنت أحكي عنها. تفضلي. ايش كنت بدك تحكي؟ كنت احكي انه الجتا هي محصوره بين الواحد والسالب واحد. سالب واحد واحد. ايوه. يعني هي بدها تبدا تكون الاقتران، هاي طريقه ثانيه. اني انا بدي اكون هذا المنظر. معلش نوقف شوي بس. لانه هذا يلا بطلع البيع مع الحصه. مشكلة. يلا الجتا طالع بين سالب بين السالب واحد كل واحد. طيب اسال سؤال هنا، اسال سؤال هنا. في بعض المسائل لو انتم حليتوا تمارين وكذا بتلاقونا مرات بنعمل هيك، جتا محصوره مثلا بين صفر وواحد، او انه بين سالب واحد وصفر. طب متى بعمل هيك ومتى بعمل هيك؟ استاذ حسب الفتره، حسب حدود التكامل اللي معطينا اياها. اي فتره؟ حسب اي فتره؟ برافو، حسب اي فتره. حدود التكامل يعني من صفر لبعض اللي هي المجال اللي اعطي بالضبط. هيك قصدي. وانا بكون حاط في راسي رسمه الجيب والجتا براسي، يعني مثلا انا بعرف انه الجيب والجتا، يعني الجتا هيك عامل في الفتره من صفر لاثنين باي. كويس. لعند الباي طلع كيف؟ هاي الباي لعند الباي ماخذ من سالب واحد لواحد، لأنه معرف من صفر لباي، إذا من سالب واحد لواحد. لكن لو أعطاني لعند باي اثنين، يعني لو تغير السؤال وصار باي اثنين من صفر لواحد، إذا أنا بشتغل من صفر لواحد بس. وإذا كان من عند باي اثنين لاثنين باي بصير برضو من سالب واحد لواحد، إذا حسب الفترة اللي أعطيت. أتوقع اللي بعد هيك بصير بسيط. هسه في مشكله لما ربع الطرفين، لما ربع كل الاطراف ايش بصير عندي؟ السالب بصير صفر وبناخذ التربيع. ليش السالب صارت صفر؟
احكي لي. لأنه لما نيجي نرسم إذا كان في رسمة عند السالب أيوة. لأنه الجتا تربيع، لما تربعي شو بصير في في المقدار اللي أو الجزء السالب شو بصير فيه؟ بصير موجب، مستحيل يكون شيء مربع وسالب يعني. بعدها شو بنعمل؟ بنضرب بثلاث كل الأطراف. نضيف اثنين. وبجمع باثنين، بجمع اثنين. وبجمع اثنين. وهاي بنضرب هنا، احنا مش ضربنا قاعدين بنضرب في ثلاث. وبعدين بنجمع اثنين. هاي جمعنا اثنين. وبعدين بنقلب. بنبدل بنبدل الواحد على لما تقلب بتغير المتباينات، بس هاي الفكره الرئيسيه اللي بدك تكون ببالك، انه هاي نص اكبر من او يساوي واحد على ثلاثة جتا تربيع سين زائد اثنين اكبر من او يساوي خمسة، بصير خمس. اسف. وهي غير المعادله اللي طلعناها، غير المتباينه اللي طلعناها لنفسها. شو رايكم؟ طب دكتور صب صح، بقدر احكي انه واحد على خمسة يعني اخلي نفس الحدود تبعت التكامل، بس احكي واحد على خمسة واحكي بالطرف الثاني نص. هاي على فكرة هي نفسها هاي، بس بتعتمد كيف تقراها، من اليمين اليسار ومن اليسار لليمين. هاي هي نفسها هاي، ما غيرت شيء. من عارفة. دخل تكامل على كل الأطراف وانتهى السؤال، بطلع نفس الجواب اللي سويناه قبل شوي تماماً 100%. نمر بالله على تصليحهم، هو حالها على الطريقة الثانية اللي هي تكوين الاقتران، لكن هذا لا يعني أنه ما أحل بالطريقة الثانية. لو واحد حل بالطريقة الثانية برضه بيأخذ العلامة كاملة، ما عنده مشكلة فيها. طيب اللي بعديها وزي العلامات أتوقع لحاله مفسر حاله. اللي بعده، إذا كان ميم سين وها سين اقترانين بدائيين. كلمة اقترانين بدائيين يا جماعة في أي نموذج قديم أنتم بالنسبة لكم شو لكم ترجموها؟ معكوس المشتق. معكوس المشتق، بس هاي كل القصة، اعتبروها أنها معكوس المشتقة. طيب أنا إيش اللي بعرفه عن معكوس المشتقة؟ لما يعطيني اقترانين معكوس لمشتقة شو بعرف عنها أنا؟ هاي مشتقتها فرقم ثابت. نعم، فرقم ثابت بس تسميه جيم، سميه لام، سميه أي شيء. كويس، هاي معلومة مهمة جدا، هاي أهم معلومة أنا لازم أكون عارفها عن الاقترانات البدائية أو اللي هو معكوس المشتقة. وكان التكامل من سالب واحد لثلاث لميم ناقصها طلع، إذا هاي مكانها بقدر أشطبها وأحط مكانها جيم. الحل ترى قاعد بحل في السؤال أنا. إذا صار التكامل من سالب واحد لثلاث لجيم دال سين يساوي 12، إذا جيم في ثلاث ناقص ناقص يساوي 12، يعني أربعة جيم 12. 12 يعني جيم ثلاث، صح؟ آه. صح صح، يعني مكان ميم سين ناقصها بدأ أشطبها وأحط مكانها ثلاث. هسيب إذن نشوف المطلوب، بدو التكامل من صفر لأربعة، هذا طلع على الخواص، كل هذا الأسئلة على الخواص. أستاذ صح الأهانة بنقلب شرط التكامل؟ طبعا، هي خلينا نكتب الأول زي ما هي بعدين نحكي شو بدنا نسوي. عن هون نقلب، يعني لازم نخلي المسألة كلها من صفر لأربعة أو كلها من أربعة لصفر، بفرقش. إذا أنا راح تصير هيك، تكامل من صفر لأربعة طلع من مرة الاثنين سين عامل مشترك. أيوة. زائد بصير ناقص، بدل زائد ناقص بالضبط، هاي الخاص هي ناقص من صفر لأربعة لاثنين سين ها سين، جمعهم في تكامل واحد على خاصية الإضافة. جمعهم تكامل واحد على خاصية الإضافة زي ما حكيت، خذ اثنين سين عامل مشترك أو هيك إذا بتحب تعملها. اثنين سين خلينا نكتبها بالتفصيل بالأول بعدين نعمل هيك، لأنه كلهم صاروا إيش من يعني من نفس الحدود
وهون الاختيارات كلها جايب مكان واحد. هلا بقدر اخذ الاثنين سين عامل مشترك، انا قاعد بطول بالحل على فكره. ضرب ميم سين ناقص ها سين دال سين، هاي احنا طلعناها ثلاث، اذا صارت 6 سين دال سين، سين دال سين، اذا 6 سين تربيع على 2 من 0 ل 4 طبعا من 0 ل 4 يعني هون اختصرناها بصير كنا 3 سين تربيع، 3 بالضبط. اذا هون 3 في 4 تربيع عن 3 في 16 0 بيطلع 48 48. اتوقع سؤال كثير مباشر، بس هي الفكره ما في الا فكره واحده. شو هي الفكره؟ انه انت الفرق بين الاقترانين البدائيين او اللي هم معكوسات المشتقه شو قيمتين ثابت، فطلعوا كيف عامل، عامل علامي على انك حكيت انه ثابت، وعامل علامي انك طلعت قيمته بست علامات، علامتين بست علامات ثلث الدرجه يعني، والباقي اللي هو تاخذ علامي على اللي هي انك غيرت اللي هي هاي من 4 ل 0 حطيتها 0 ل 4 بتاخذ عليها علامه، وبتاخذ علامه على اخذ العامل المشترك والتعويض والحل على الناتج. هون معطي علامه، شوف هون مثلا هذا السؤال لانه كثير سهل الناتج النهائي عليه علامه بحاسبوا عليه، هون غلطه بالنهايه بخصم لك. طيب غير يا رجل التكاملات التالية والله المفروض يكون سهلة، لو نجيب الفكرة يعني مش ضروري نحل كامل. أستاذ تكامل أول نوزع جزء تربيع، يلا وزع. لا أستاذ بكتب لها قاطع بدل جزء تربيع، بصير خلينا نكتبها بالتفصيل بالأول بعدين يعني خلص، لأنه مش راح أكملها صراحة. أنا بسيطة، فكرتها بسيطة. إذا أنا صارت عبارة عن 2 سين قاطع تربيع سين، هاي بنحلها على الأجزاء بالضبط، 3 هون وهي على الفرق نفرد. نعم نفرد ظل، لا بس ظل. شو راح تكتبيها اللي هي ظل سين في قاطع تربيع، قاطع تربيع سين بالضبط. هلأ هاي شو راح تنعمل؟ أجزاء، أجزاء تنعمل تعويض، تعويض. شو بتفرضي هون؟ هذا الظل، انا مشتقه الظل قاطع تربيع، هاي شرطه القاطع تربيع. وهنا طبعا بدك تفرض انه القاف هي الاثنين سين طبعا، ودالها هي دال سين عفوا، والدالها اللي هي قاطع تربيع سين تكاملها معروف اللي هي ظل. خلص وبنعمل اللي الطريقه اللي تعلمناها مباشر جدا. السؤال استاذ ممكن تورجينا الجواب النهائي بس؟ هسوريك الجواب النهائي وبنشوف كيف توزيع العلامه عليها. يعني هو الهدف صراحه من الامتحانات، انتوا لازم تتعلموا على الامتحانات لشغلتين، ضبط الوقت، ليش باخذ منك وقت الامتحان حتى لو السؤال مر عليك سابقا. الثاني انه انا ما اغلط، لا مش هذا اللي بعده، هذا اللي السؤال اللي بعده اللي هو عن الفصول الجزئيه جاي استاذ، يعني لفوق دكتور لا ايوه هي طلعي كيف عاملينها. على الفصل اخذ علامه، على هاي اخذ علامه، على هاي اخذ علامه تعويضه ومش عارف ايه، وهاي الجواب النهائي طلع كيف كاتبه. صح عندي. اي خطا يخسر علامه، شوف طلعك شو كاتب لك هون. لانه سهل. يعني هون حاطط علامه على هذا الجزء وحاطط علامه على هذا الجزء، يعني نسي الجيم راحت علامة، نسي الثلاثة اثنين راحت علامة، نحطش التربية راحت علامة. عرفت كيف؟ يعني أي غلطة بصير يخصم. كثير سهل، ما في فكرة يعني، هو بس انتفرض انه صادها السين. بالضبط. بعدين تحول إلى ايش؟ كسور. كسور جزئية. مباشر جدا جدا جدا. وطلعوا كيف يعني المناظر اللي بتطلع بالضروره تكون يعني محببه، يعني في ناس بيفكروا انه لازم يطلع معاك يعني مثلا سين وزائد 5 وسين تربيع على 3، مش بالضروره يطلع اللي يطلع، خلص المهم انك انت ما تعمل اي خطا في الحسابات. ما بعرف بتحبوا نسوي هذا السؤال الثاني ولا نعمل سكيب عليه خلاص؟ تعال الجزئيه. انا بالنسبه لي لا،
ما بعرف يعني، هو شايفه كثير مباشر يعني. طيب هذا جد المساحة. وأنا بس خليني أستاذ هذا كثير تغلبت فيها، هو سؤال سهل هذا. أنا في عندي طبعا الرسم أساسي في لما يكون عندك ثلاث اقترانات معناته أنت قاعد تتكلم عن إيش؟ عن رسم، لازم ترسم، بده المنطقة الواقعة في الربع الثاني. لازم أقرأ السؤال كويس. أنا شو بعمل دائما قبل ما أرسم وقبل ما أروح على الرسم؟ بجيب التقاطعات الثنائية بين الاقترانات، يعني بقول قاف يساوي ها اللي هو رقم واحد مع رقم اثنين، وقاف يساوي صاد، نسميه هذا لا نسميه هذا لام سين، ماشي؟ بس عشان يعني يكون هيك له اسم يعني. وبسوي قاف مع لام وها مع لام وها مع لام. هسيات التقاطعات الثنائيه بتفيدني لما اجي ارسم عشان اعرف وين راح يتقاطعوا ومين من التقاطعات راح يكون ضمن حدود تكامل ومين منها ايش مش ضمن حدود التكامل. يعني مش بالضروره انه كل التقاطعات اللي راح نطلعها راح نستخدمها. كيف بدي اعرف؟ من التقاطعات بعرف، وبعدين من الرسم. هيك الترتيب، بجيب التقاطعات الثنائية بعدين برسم. وجماعة الرسم مش بالضرورة يكون دقيق، لكن إذا كان الرسم يعني خلينا نقول في دقة أكثر، أوه ممتاز ممتاز، أحسن وأحسن يعني. يلا الأولى سين تربيع تساوي سين تربيع ناقص اثنين سين، بس هون سين صفر، سين تساوي صفر، واضح إنه سين تربيع راح تروح مع السين تربيع، بيطلع لنا سالب اثنين سين تساوي صفر، يعني سين تساوي صفر. هذا اللي هو إيش هذا؟ محور صادات. يعني اللي مش عارف يعرف. اللي بعد بدنا سين تربيع يساوي اثنين ناقص سين. صار ندخل ال ناقص سين. طلع سين تربيع زائد اثنين. اثنين يساوي صفر. زائد سين ناقص واحد. حللي. اطلع سين ناقص واحد. سين ناقص واحد. زائد اثنين ناقص واحد. يعني سين تساوي سالب واحد سالب اثنين. ما بعرف مين من هذول راح مين منهم راح اخذ. استاذ سالب اثنين موجب واحد، سين موجب واحد. موجب واحد، ايوه بالضبط، موجب واحد سالب اثنين، صح كلام. يلا اللي وراها سين تربيع ناقص اثنين سين. لا تحل. شو عرفك؟ لا بنحللها، بدنا نجرب. اسيات بالنسبه لي ما بعرف، صح؟ ناقص اثنين لام بلا أساس تحلل. ها بنحللها سين ناقص اثنين وسين زائد واحد. سين ناقص اثنين سين زائد واحد، هاي طلعت تحلل. طلعت قيم سين اثنين واثنين وسالب واحد. ممتاز. هسا المشكلة صار عندي واحد اثنين ثلاث أربعة خمس حدود، طب مين منهم اللي بدي أخذه؟ ما بقدر أعرف إلا عن طريق الرسم. الرسم. وبعدين بكون تنتبهوا للكلام إنه هو بده بالربع الثاني. يلا نبدأ الأشياء اللي بنعرفها. شوف أنا ما راح أستخدم الآلة الرسمة، بعد شوي راح أرسمها على الآلة الرسمة عشان أشوف كيف شكلها بدقة، لكن خليني بالأول أسوي آلة رسمة. بس صح أنت كنت تعمل قبل خط أعداد وتحط فيه التقاطعات اللي طلعوا ولا لا؟ خط أعداد لإيش مرة ثانية؟ كنت تحط خط أعداد عشان تحط فيه هدول الأرقام اللي طلعوا قيم سين عشان نعرف المساحات. بصير، بس هذه غالبا بعملها متى؟ لما يكون عندي بس اقترانين وما بدي ارسم. ما بدي ارسم. لما يكون عندك ثلاث اقترانات انت مضطر للرسم، لاني ما بعرف وين المنطقه اللي بده اياها. يلا هسه سين تربيع بدي اعمله باللون الاسود، كلنا بنعرف سين تربيع هاي قاف، بدنا نحط لون احمر للاقتران الثاني اللي هو الخط لام اللي هو 2 ناقص سين. طب 2 ناقص استاذ لا اللي هو لام عفوا، خلينا نكتبه هون. كيف بدي ارسمه بسرعه يعني ويكون رسمتي كويسه؟ بختار النقط اللي طلعت على التقاطع، شايف اللي طلعوا التقاطع؟ انا بعرف انه خطي، والخطي بده كم نقطه؟ 2 0 استاذ. بده نقطتين. الخطي بده كم نقطه؟ نقطتين. تنتين. يعني لو عملنا جدول صغير له هيك، انا ما بختار اي نقاط، بختار النقاط اللي معي بالتقاطع ترى.
هو صفر اثنين بيطلع صفر. صفر اثنين. سين سالب واحد بيطلع ثلاث. أو أستاذ صفر اثنين أسهل. نعم. صفر اثنين أسهل. بصير يعني اللي بدك إياه ما بيفرق إيش ما تعملي بصح يعني. طب هون اثنين صفر وين راح تطلع؟ راح تطلع في مكان ما هون. سالب واحد وثلاث. لو نحكينا هون سالب واحد وراح تطلع ثلاث. راح تيجي لا مش هون. في مكان. هون سالب واحد وواحد راح تيجي. راح تيجي لفوق هون. سالب واحد وثلاث. لأنه أكيد سالب واحد ثلاث مش نقطة تقاطع بين الاقترانين هذولا بين قاف ولام. في هاي الحالة بروح نوصل خط مستقيم. ولو الرسم مش دقيق كثير. هسا بيهمني أعرف هاي النقطة شو هي. هاي أنا بعرفها ولا ما بعرفها؟ لا بنعرفها سالب اثنين. بعرفها سالب اثنين. برافو عليك. من وين جبتها؟ جبتها من هون من تقاطع حاف. من جبناها. هلا شو طلع؟ أستاذ ممكن سؤال؟ أستاذ. هلا أنت ليش يعني خليت سين تربيع الثانية يعني ها خليتها آخر إشي؟ لأنه أنا شايف إنه رسمتها مش سهلة. هي أنا تغلبت فيها. لأنها بتغلب بالضبط يعني سين تربيع. طب أستاذ كيف حترسمها؟ كيف حتاخذها؟ كيف راح أرسمها؟ طلعي أنا القطع المكافئ شو أهم إشي فيه؟ رجعنا نحكي زي القطوع كأني كأني بحكي في القطوع. شو أهم إشي في المكافئ؟ رأسه يا جماعة. بالضبط أنا هيك. رأس القطع المكافئ. مالكم اربطوا الحكي اربطوا الموضوعات مع بعض. هسا أنا بقدر أشتغل عليها بلوجيك القطع المكافئ تماما زي ما درسنا القطع المكافئ. يعني بنعتبر انه هاي عبارة عن صاد تساوي سين تربيع ناقص اثنين سين. هاي طريقة يعني يمكن غريبة شوية في التفكير. كم مربع يعمل إكمال مربع شو بيطلع عندك هون؟ زائد واحد عامل سين ربعيه اجمعي على الطرفين بيطلع صاد زائد واحد يساوي سين تربيع ناقص اثنين سين زائد واحد. مزبوط كلامي هيك؟ مزبوط. يعني هاي عبارة عن صاد زائد واحد يساوي سين ناقص واحد الكل تربيع. يعني هذا عبارة عن سين ناقص واحد الكل تربيع يساوي صاد زائد واحد. شو رأسه؟ أنا اشتغلت عليه كأني بشتغل على الرسوم ترى. حلو كتير فاستنى. رأس واحد وسالب واحد. وسالب واحد. مفتوح لأعلى ولا لأسفل؟ لأعلى. لأعلى. كيف عرفت إنه مفتوح لأعلى؟ لأنه موجب سين. موجب. خلص. يلا حاولي. واحد وسالب واحد. وين راح يجي هون؟ هون إحنا قديش طلعناها هاي؟ هاي اثنين ترى كانت. تذكر وهاي كانت اثنين. واحد وسالب واحد وين راح يجي؟ لتحت. لتحت. أنا هنا بنص المسافة راح يجي لتحت هون في مكان ما. جزء فكرة كمان بيمر باثنين هو. نعم. بيمر باثنين هاف. لا دقيقة وهسا بدنا نعرف. هسا إحنا نقطة تقاطع مع سين تربيع وين راح؟ عند صفر. راح يمر بصفر. شوف هيا طلعي وين. يمر بصفر. بده يمر بصفر. إذا راح يمر بهاي. هسا في طريقة ثانية إني أطلع أصفاره. يعني اقتصاد اصفاره شن كويس اصفاره ايش راح يطلعوا اللي هو سين تربيع ناقص 2 سين يساوي صفر اخذ سين عامل اخذ سين عامل مشترك سين ناقص 2 اذا اما سين يساوي صفر او سين يساوي 2 اذا هو راح يمر هيك اكيد وراح يمر هيك اكيد رسمتي مش كويسه صراحه يعني لكن خلينا نقول هاي النقطه بعرف تقاطعها اللي هي ها مع صاد هاي لام لام مع ها وين لام مع ها هاي الأخير اللي سالب واحد سالب واحد سالب واحد ها خلنا نعمل هون سالب واحد وخلص امسحي لي هاي شكرا بربك فيها تلبيق وصراحة وهذا اللي صعب هذا هو الجزء الصعب إذا هذا خلص الباقي كله روتين تافه ما في إشي أستاذ بدي أسألك هلأ لما يعطينا مثلا بالامتحان اقترنين زي بعض وتربيع نعمل هاي الطريقة أنه نحل واحد على مثل قطع المكافئ أحل واحد على إيش؟ نقطع صوتك
يعني احله مثل زي كاني عم بحل قطع مكافئ. حلي اساس النقطة بالضبط. لا لانه كثير صعب اطلع الراس تبعه. لا مش صعب. اذا بدك اذكرك في القديم الطريقه القديمه كنا نطلع الراس سالب باء 2 الف. نسيتها هذه. طيب بنقول لك اذا نسيتيها اشتغلي عليها النقطة. شكرا سلس. حتى لو اعطاك اياه مثلا سين يساوي صاد تربيع شيء زي هيك. طب انا بعرف انه رسمته هيك جذر. يعني ما تغفلي المعلومات اللي اندرست في القطوع. اتوقع هيك احنا خلصنا ولا ما خلصنا؟ خلصنا. بده بالربع الثاني. طب وين المنطقه المطلوبه؟ هذه هسه القصه الصعبه. بدنا نظل للمنطقه المطلوبه. احنا شو بدنا؟ بدنا بين الثلاث اقترانات وفي الربع الثاني. من صفر لاثنين. من هون من سالب اثنين لصفر. هذه المنطقة الأولى كلها بالربع الأول ما بدي إياها. بده بالربع الثاني بس، هيك كان السؤال. أي السؤال بده بالربع الثاني. أوكي أستاذ، من سالب اثنين لصفر. بقدر أطلع الرأس بطريقة ثانية. بجيب المشتقة يا سيدي. بطلع المشتقة. بطلع القيمة العظمى أو الصغرى. سير. أكثر أي طريقة. أول المنطقة اللي بدنا إياها يا جماعة. أستاذ من سالب اثنين ل. سالب اثنين لصفر. من سالب واحد. يعني وين أظلل إيش؟ أظلل هاي. وأظلل هاي. أستاذ أنا شايفة إنه اللي ظللتها آخر إشي المثلث هذا غلط. هذا المثلث يعني هذا الجزء لازم ما أظلله. لأنه مش مشهور. هاي المشكلة. هاي المشكلة. اللي بالأخضر ما أظلله. صحيح هو ثلاث اقترانات لازم يكون محصورة منطقة ثلاث اقترانات. هذا. يعني بدي بين الثلاث ألوان فقط. المنطقة الخضراء محصورة بين كم لون؟ لونين. لونين. مش مشهورة. مش هاي المطلوبة. إذن هاي لازم شو أعمل فيها أختي؟ هاي ما أمسحها. هاي مش موجودة. معلش هسه نرجع ترجع. يلا إذن هاي المنطقة المطلوبة. إذا بدك تجيب تكامل من سالب اثنين لعند سالب واحد للأحمر اللي هو لام اللي هو اثنين ناقص سين ناقص الأسود اللي هو سين تربيع. سين تربيع. زائد تكامل من سالب واحد لعند صفر. صفر. أيوة. اثنين ناقص سين ناقص. اللي هو لمين راح يجي عندك هون الأخضر. عفوا اللي هو اللي هو اثنين. تربيع ناقص اثنين. البنفسجي هذا ناقص سين تربيع. تمام هيك؟ نقدر نتأكد من هذا الكلام عن طريق مين؟ خلنا نشوف بالله بالجبرة لما برسوم لي إياها بدقة إيش بيطلع؟ ذكرهم إيش هو مكان الاقترانات؟ إكس تربيع لو كان سين تربيع ذكروني فيهم. اثنين ناقص سين. بعدين مالو علّد. وهاي اثنين ناقص سين. شوف كيف هنا مع الرسم بيجيك دقيق جدا صراحة. والأخير سين تربيع ناقص اثنين. سين تربيع ناقص اثنين سين. ناقص اثنين سين. اثنين سين. هيك الرسمة راح تطلع. وبدي اياها بالربع الثاني. إذا وين المنطقة اللي بدنا إياها؟ زي ما حكينا بدنا بين الثلاث ألوان فقط. نيها بين الثلاث ألوان فقط. إذا معناته راح آخذ هاي المنطقة. لأن إحنا رسمتنا كانت مش دقيقة صح؟ راحت. أي راحت بس بالنهاية إحنا بالنهاية المنطقة. إذا هاي اللي كانت زي المثلث كمان بدنا إياها على فكرة. لا مش كلها.
لا أستاذ كيف بدنا إياها؟ ما بدنا إياها، لا صح كلامك صح. أنا عيني ضربت على الربع الأول، هو لو ما قالش الربع الأول، لو قالش الربع الثاني كان أخذناها. كان أخذناها. بس هيك إحنا تمام. أستاذ بدي أقول من هون، بدنا نجزئ من هون. هي عند السالب واحد. وبدنا نعمل هون عند السالب اثنين، مظبوط، نجيب من سالب اثنين لسالب واحد، من سالب واحد لصفر. أستاذ. شغلنا. نعم. أنا لما رسمت هاي الرسمة طلعت معي سين تربيع ناقص 2 سين اللي هو اللون الأزرق، مايل أكتر من سين تربيع، طلعت الرسمة عندي غلط. أما هو هاي المشكلة، إنه اللي طلعت غلط بخربط لك الحل. المساحة الأولى طلعت صح، يعني التكامل الأول صح بس الثاني غلط. الثاني بيطلع غلط، فهون الرسم ضروري صراحة. بس طلعت كيف الاستراتيجية اللي مشيت عليها أنا؟ انا خليت السابق نقاط التقاطع، وخليت نقاط التقاطع هي اللي تقودني. انا بعتمد اني انا ما معي آلي رسمي في الامتحان، ما عندي آلي رسمي. يا تو طلع رسمت لي الوزاره هي دقيقه بس، يعني مش دقيقه، نفس شغلنا يعني قريب من شغلنا على فكره. هذا رسم ايد. يعني نقاط التركيز كانت نقطه التقاطع 0 و0 ركز عليها، نقطه التقاطع مع الخط ركز عليها، نقطة التقاطع المنحنيين ركز عليها، بس هاي اللي بهمه. أستاذ أيوة تفضلي. هلأ الاقتران التربيعي سين تربيع هو بيكون الأكثر انفراجاً، بعدين كل ما يعني نضيف حدود بتصير أقل يعني. لا مو شرط ولا كيف؟ طبعا كيف أعرف؟ شوفي السين تربيع مثلاً جيت رسمتيه بطلع هيك كويس. هلأ إذا ضفتي هنا عدد سريزة تمام، لو ضفت حدود يعني 3 سين. لا لا ما بقدر احزر، يعني مثلا انت بدك هيك صح؟ ما بقدر احزر الا اطلع نقاط اشياء الا او ما بطلعش نقاط. انا صراحه بيهمني راسه، وبيهمكش انت قديش يعني قديش انفراجه اللي لا انا استاذ انفراجه هذا مع سين تربيع. بقدر اقول لك كم منفرج مع السين تربيع؟ قول لي. يعني مثلاً 2 سين تربيع بيجي هيك، بيجي أقرب لمحور الصادات، هذا 2 سين تربيع بعمله بيقولوا شرينك، بنضم للمحور الصادات. النص سين تربيع بصير هيك. أستاذ يعني كل ما كان معامل سين أقل كان بين 0 و 1، إذا معامل سين تربيع، معامل سين تربيع اللي هو الأحمر هذا بسوي بالأحمر، إذا معامل سين تربيع كسر بين 0 و 1 شو بصير له؟ بصير له اكسباند، بتوسع. واذا كان عدد صحيح شو بصير له؟ بنكمش. بس انت هذا كل الكلام هسه ما بيفيدك، ليش؟ لانه انت ما بيهمك تسمي بدقه المساحه بتكمل. ايوه احكي. الانفراج شيء كثير مهم، لانه بهذا السؤال هو كان السبب ان انا غلطت في هذا السؤال. لا لا هو مش الانفراج المهم، انا اقول لك ليش الانفراج مش مهم هنا. انت متى بيهمك الانفراج؟ لو كان عندك الاقترانين هذول مع سين تربيع بهمك، لكن اذا حط معاه اصلا راس هذا القطع راسه راح يكون مكان ثاني. شو بدك قديش يعني فتحته واسعه ولا ضيقه شو بهمك؟ انا بقول لك استاذ لان اذا مثلا طلع لي يعني مش عارف كيف اوصف لك. انا فاهم شو اللي بدك تحكيه. انا بتعرفي شو اللي ركزت عليه؟ ركزت على مثلا هاي رسمه، شايف هذا اللون النهدي؟ لو طلع لو ورا اكثر الربع الثاني، لو اجى هذا اللون النهدي بعد الاسود بيطلع غلط شغلك. اقول لك ليش؟ انا هيك عملت. ما بقول لك بيطلع غلط. ليش؟ كيف اعرف؟ طيب طلعت الراس هنا، دقيقه، الراس طلعتي صح؟ طلعت الراس. طلعت الاصفار. طلعت 2 و0 بلا. طب كيف بده يجي هيك؟ احكي لي يلا. انا بدي اعرف كيف بده يجي هيك. عمرك شفت اقتران تربيع هيك شكله؟ طيب يعني هذا منك صار الغلطه. يعني هو مش راح يطلع بالطريقه اللي انت شايفتيها. ما دامك طلعتي الراس وطلعتي الاصفار معناته سهل جدا ارسمه هيك. تمام. بيهمنيش يعني فتحته قديش، واسعه ضيقه،
بهمني وين تقاطع مع الاقترانات الثانية، هذه النقطة الرئيسية اللي بركز عليها وبس. يعني هو هذا يعتبر سؤال صعب، يعني يعتبر من الأسئلة اللي يعني فيها أستاذ. أنا تقريبا الامتحان هذا كله فيه شو للسؤال هذا صراحة اللي شفت عليه العين، يعني سهل هذا. سهل مر عليك الآن. طيب وطول نصف قطر أكبر من وحدتين، كيف أفسرها هاي؟ يعني ممكن يطلع قيمتين اثنين ورقم ثاني، فبهمل الاثنين. اثنين بلغيها. طبعا أنا هون كنت راسم رسمة هيك كروكية إله، يعني هيك بطلع شكله. لو اعتبرنا المركز هون، لو اعتبرنا المركز هون، اعتبرنا هذا نصف القطر. فإذا اعتبرنا هاي نصف القطر دال، إذا هون راح يكون عندنا دال وها ناقص اثنين، بس هي هاي النقطة الرئيسية. راح يطلع نصف القطر هو نفسه دال، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه حكالي إنه يمس صاد يساوي سالب اثنين، وحكالي إنه يمس محور الصادات. فشغلة التماس هذه شو بتفيدني؟ بتفيدني عرفت إنه دال وراء أو دال ونصف القطر مالهم نفس القيمة، وما تبقى بصير يعني مجرد عبارة يعني حسابات بسيطة جدا. يعني راح نقول هيك إنه سين ناقص دال الكل تربيع زائد صاد ناقص هاء الكل تربيع يساوي نصف القطر تربيع. اللي أنا من الرسم عرفته إنه دال بيساوي نصف القطر، واللي عرفته إنه هاء بتساوي دال ناقص اثنين. لو عوضنا هذه القيم هون كلها، يعني خليت المعادلة كلها بدلالة الدال، أتوقع بنحل السؤال كامل. صاد ناقص دال زائد اثنين الكل تربيع يساوي دال تربيع. وبعدين بستخدم النقطة اللي أعطاني إياها اللي هي أربعة وصفر، فبصير أربعة ناقص دال الكل تربيع زائد اثنين ناقص دال الكل تربيع يساوي دال تربيع. صارت معادلة تربيعية عادية جدا بدلالة الدال، بحلها وبطلع القيم المطلوبة. وزي ما حكيتي إذا كانت اثنين أو أقل من اثنين بلغيها، واللي أكثر اثنين هي اللي بأخذ. إذا طلع الدال خلاص طلع كل شيء. طب هذا السؤال با أستاذ ممكن تورجينا الجواب النهائي؟ الجواب النهائي أتوقع بيطلع 10 و8 إيش زي هيك يعني. بيطلع 10 أتوقع. هذا قطع زائد أتوقع هم حاطينه. هذا القطع الزائد بتكون حلو أتوقع بسيط، هذا فيه شيء. هذا سؤال مباشر. ثمان علامات بجيب لكم اياه، انتوا بيجيكم على دوركم راح يجي 10 علامات. يعني هذا القطع الزائد مش راح نسويه مع بعض، نحل اللي بعده اللي هو المحل الهندسي. استاذ سؤال الدائره فوق صار؟ لا تحت تحت، هم حالينه اخر شيء كانوا كانين ناسينه. هيو سؤال الدائره، الجواب النهائي بيطلع عندك دال 10 وها 8 وراء 10. تربيع زائد صاد انبلع صح. طريقة تانية. نعم. حليت الطريقة. نكتبها، نكتب المعادلة نتأكد. سين. نكتب المعادلة خلينا نتأكد إنه يعني هو هذا هيك الحل صح ولا لا. هو إيش كان كاتبه؟ اللي هو س ناقص 10 تربيع ناقص 10 الكل تربيع زائد صاد ناقص 8 زائد بين قوسين واي ناقص 8. هذا ترى أنتوا بتعرفين هذول، لو كنتوا تعلمون مني بكرة إن شاء الله على خير بالجامعة راح كثير تستفيدوا من هاي الشغلات. يساوي قديش إحنا حكينا؟ 100. طبعا مش مبينة، ليش؟ انا مجزوم هاي. كبرها شوي. يلا بتطول عمره متخلص؟ لا بالليل لو بتقول عليها هاي هيك راح يطلع شكله. طبعا يمر بأربعة وصفر، هو أكيد مر بأربعة وصفر. هاي لو زبطنا هون هاي مر في أربعة وصفر.
انتم ملاحظين الدائره تصير زي إليبس لما يعني بصير زي قطع ناقص لما يطلع الاختلاف المركزي اقل منه. هو مش اختلاف مركزي، انتم بتعرفوا اللوك تاع المنظر شو طلع هون، مقسم مربعات اثنينات. لو هذا غيرت قيمته طلع كيف؟ شو مبينه؟ ناقص. ناقص بس هي دائره، هي لا زالت دائره، ما غيرت الدائره. انا ما غيرت المعادله، يعني ضل المركز نفس الشيء. ليش طلع شكلها هيك؟ ليش طلع شكلها هيك قبل شوي؟ لان لما تغير تقسيمه المحاور اللوك بتغير. وهي من الخدع اللي بيعملوها في الاحصاء ترى. انا ممكن اجيب لك انا بالاحصاء مثلا شغلات، اعطيك نفس الداتا وغير الانطباع نحوها. هذا بيسوي نوع من الوهم عند الانسان، بفكر انه مثلا شيء هاي افضل من هاي لانه الرسمه بتدل على هيك، بس هو مش منتبه على التقسيمات. لو انتبه على التقسيمات بيجي يطلع من تقسيمتين نفس التقسيمه، او عفوا نفس الاجابه بعطيه. يلا، جد معادله المحل الهندسي للنقطه التي بعدها عن المستقيم يساوي لي بعدها عن النقطه. هاي هون بدنا نشتغل على التعريفات الاساسيه، يعني مسافه بين نقطتين، مسافه بين نقطه وخط مستقيم. يعني النقطه الاولى اللي عندي انا اللي هي ايش اسمها؟ سين وصاد. بدي ابعدها عن المستقيم اللي معادلته سين ناقص 7 يساوي 0. يعني الف 1 ب 0 جيم سالب 7. بدي اجيب هون قانون المسافه بين نقطه وخط مستقيم. صح؟ هاي نقطه أوي. وهي خط مستقيم. أنا قبل ما أكتب المعادلات والقوانين وكذا بركز على الفكرة الرئيسية. هاي المفروض تساوي مثلي بعدها، بعد مين؟ النقطة اللي هي سين صاد عن النقطة اللي إحداثياتها هاي واحد وصفر. فهنا هسه بدي أكتب العلاقة، بدي أكتب القانون. شو راح أقول؟ شو قانون المسافة بين نقطة وخط مستقيم؟ مطلق اللي هو مطلق ألف سين واحد يعني ألف. سين زائد صفر ما بدي إياها ناقص سبعة ناقص على الجذر التربيعي واحد يعني على واحد يساوي اثنين ضرب اللي هو سين ناقص واحد الكل تربيع زائد شكل الفكرة صح حتى نزيل المطلق بنربع الطرفين. أستاذ قبل ما نربع عادي لو ننقل الاثنين للطرف الثاني خليها نص. ما في مشكلة. بتحب انه نوديها لهناك وبعدين نربع بصير. أستاذ زمان قال لي بصير أربعة صح؟ هي يعني شو بتفرق؟ هسا شو ظل عندك؟ ظل تضبط السينات يعني هون مضطرة تفك الأقواس عشان تختصري ومن السوالف هاي. يعني هاي اتوقع عمليه حسابيه صارت مش كثير. خلينا نشوف والله حلها كيف صاير هون. هاي قطع زائد وهي تاعت القطع الزائد. لا هذا اخر واحد. هذا السؤال الاخير برضه سؤال سهل يعني مباشر جدا جدا جدا، وهذا اتوقع حليناه سابقا السؤال. هاي هذا اللي هو السؤال اللي قلنا نحله، البعد بين نقطة ومستقيم يساوي ضعف البعد بين نقطتين. طبق القانون، علامة على هاي وعلامة على هاي. وربع الطرفين. وفك الأقواس، يعني لو مو مضطر يعني تفك الأقواس، عمل إكمال مربع. خلاها بالصورة القياسية اللي احنا متعودين عليها. نعم. لو هلا وقف الحل عند ما انت وصلت كم علامه بتروح؟ انو الحل لعند هون هيك بس لا شو هيك بعدك ما مشيتيش. لعند هون يا ستي علامه ثنتين ثلاث من علامة. اول شيء بعدك انت ما خلصتي. بدك تفك الاقواس وبدك تجمعي وتعملي اكمال مربع، تكتب الصورة القياسية وتقولي كلمة قطع ناقص، تكتب كلمة قطع ناقص تأخذي علامة.
لو واحد حط المعادلة وما كتب قطع ناقص بتروح علامي. هي الياي بس كلمة قطع ناقص علامي. لو واحد كتب قطع ناقص هون مثلا بينت معاه من هون انه قطع ناقص او من هون وكتب قطع ناقص باخذ علامه. لا باخذ علامه سؤال كامله. طيب لا ما باخذ علامه كامله. لا لا لازم يكتب معادله مثل المعادله ما جهزها وسؤال كله قائم على تجهيز المعادله. يضبط المعادله بس. طيب ايش ظل علينا؟ هذا السؤال اتوقع حليناه سابقا ولا لا؟ متذكرينه؟ حلينا نفسه. اصلا موجود بالكتاب. وموجود بالكتاب وحليناه كذا مره. وهذا بياكد انه الكتاب واسئله التوجيهي كانه صار فيه تناغم قوي بينهم. مضبوط. وهذا السؤال هذا ما هذا معادله قطع زائد. هذا هديه هذا صح؟ قطع زائد. اكمل مربع الطرفين. بس شو بده مني كون؟ اكمل مربع الطرفين. اكمل مربع يعني بده تجهيز كامل. اتوقع هاي الاسئله الروتينيه يعني صراحه في مشكله بيكون عنده مشكله فيها. يكون عنده مشكله كبيره فيها ده. بعدين علامات المحرزات تطلعوا كيف على القطع الزائد حط على 8 علامات وعلى القطع الناقص 8 علامات 16% كان. والدائرة حط عليها 7 علامات اللي هو السؤال الصعب كنا نعتبره يعني انه كان صعب يعني. فحلوات بجيبن علامات كويسة. سهل كان أستاذ. هذا أنا ما بعرف أنتوا شو شايفين صعب ولا سهل؟ أنا شايفته سهل بس سؤال المساحة. هسا في عندك أكثر من سؤال كان فيهن بسنتا. هسا من نرجع حالنا لطلاب التوجيه اللي كانوا بذيك السنة. شو اللي شافوه صعب طلاب التوجيه بذيك السنة؟ أنا بقول لك شو اللي شافوه هذا صعب. دعجتها 3 سين. استصعبوه. واستصعبوا اللي هو المساحة. واستصعبوا الدائرة. يعني خلينا نقول مش ما حلوهنش. لكن ما جابوا فين علامات كاملة. ما جابوا فين علامات كاملة. وهذا اللي أنا بنصحكم فيه يعني. أنتوا كمان راح يجيكم أسئلة ما مرت عليكم. أتوقع هذا السؤال اللي هو تاع أحكي معاي هذا برضو يعني في ناس شافوه صعب. بس هو هذا مو صعب يعني نسبيا يعني الأغلب بيحلوا هذا. لو بيحاول فيه. فلما نطلع على الامتحان يعني كان في عندك 8 علامات 8 وعندك هون 7 يعني 15 وهون يعني ما بتخسري منه كثير. قولي 5 هاي 20 وهون 26 يعني قولي 25 علامة. كان في 25 علامة من 100 ممكن الطالب ما ياخذ فيه علامة كاملة. طب المفروض الباقي شو سوى؟ فللهم. المفروض اللي الواقع تعرف شو اللي قاعد بصير في الواقع؟ الطلاب الشاطرين ما بغلطوا في هذول الاسئله اللي بنتبه عليهن انا اللي قاعد بنبه عليها. بنتبه بالسهل. بغلطوا في السهلات. ناسي اشاره معوض غلط مش مكمل مربع ما كتبش ناقص. طيب شو الحل أستاذ؟ الحل انتبه تدربوا على هيك تدربوا بس على هيك تدربوا وتكتبوا صح. على فكرة هذا بينقذكم يعني بشكل ما بتخيلوا قديش بيرفع مستواكم لفوق. ايش انت لما بتخسري 25 علامة 30 علامة على غلطات تافهة ليش؟ ليش اخسر علامات على غلطات تافهة؟ وقال يعني انه انا مركز والله ضربونا في سؤال. يا ستي خلي هذا السؤال جيبي منه نصه. كمان سؤال صعب كمان جيبي نصه. تطلعي خسراني بالضبط 10 علامات من 150. بس تجيبي 140 مسامحينك بالعشرة. والله صح. هيك فكروا. صح صح. ما هو انت مرات ماشي انا بدي اسال العلامه الكامله ما اختلفناش.
ما قدرت اشغل العلامه الكامله، شو اسوي؟ لازم اقل خساره. صح. اقل خساره ما هذا بده ترى من الان تشتغلوا على هذا الشيء. يعني معاكم الاسبوع هذا الاسبوع الجاي كنت تشتغلوا بس على هيك تحلوا نماذج حتى لو انه حالينها سابقا. وش تدوروا على افكار؟ خلصت افكار، بدي ادور افكار دور وخلص. ما راح يجي هسه. وهي اتوقع لا تردش على الاسئله المتوقعه، فيش حدا بتوقع اسئله بالمره. طيب استاذ سؤال. هلا بهذه الفتره قاعد عم الاساتذه عم بينزلوا حصص مراجعه وهيك، شو رايك فيهم؟ هاي زي المراجعه اللي بعملكم اياها، اذا زي هاي كويسه. بس هي بدون تفاعل يعني، هو بس بشرح بتكون. لا لا اذا بدكم انا في عندي الحصه الجايه اذا بتحبوا ما بنحل نظام توجيهي، اسئله توجيهي. بجاوب اسئلتكم اللي بدكم اياه انتم.